اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده والنيل المباشر تغطيه لاحدث المستجدات واهم الملفات على الساحه التي تشغل الراي العام المصري. دعونا نبدا معكم باهم العناوين والموضوعات. الرئيس السيسي والامير تميم بن حمد يعقدان جلسه مباحثات بالعاصمه القطريه الدوحه. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي برئاسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وفي كلمته أمام المؤتمر السابع لزعماء الأديان في كازاخستان، شيخ الأزهر يدعو إلى العمل الجاد لتعزيز قيم الأديان كافة. نبدأ بملف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات منفردة مع سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. خلال الجلسة ثمن الرئيس السيسي ما عكسته الزيارة الأخيرة لسمو أمير دولة قطر للقاهرة خلال شهر يونيو الماضي من دلالات على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. من جانبه رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي في أول زيارة رسمية لسيادته إلى الدوحة، وأشاد بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وأعرب الأمير تميم عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامة سيادته بالدوحة، بمشاركة سمو الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، وسمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكدا سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. من جانبهم أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.
إذن هذه الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر هي أول زيارة رسمية للرئيس، وذلك عقب زيارة لسمو الأمير حمد بن تميم بن حمد عفوا، وذلك عندما زار مصر أو زار القاهرة في شهر يونيو الماضي. بالتأكيد زيارة تعكس دلالات كثيرة، عمق العلاقات بين البلدين، وأيضا سعي مصر دائما على التواصل والتعاون مع أشقائها العرب في مختلف المجالات. خلال هذه الزيارة نتحدث عن جوانب عدة، منها جوانب سياسية في الأساس، بالإضافة بالطبع إلى جوانب اقتصادية تتمثل في توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، من بينها مجال الموانئ، وأيضا اتفاقية في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا كان له لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين الذين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدهم أن هذا اللقاء سيمثل فرصة لتحقيق التواصل في المجالات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن مصر الآن لديها مجال الاستثمارات الواعدة ولفرص استثمارية كثيرة. من القطاعات التي ورد الحديث عن التعاون فيها مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة وأيضا الرعاية الصحية. وللمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة وأهميتها ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي، مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدين التلفزيون المصري العريق. اهلا بيكي. نعم دكتور، اهميه هذا اللقاء وهذه الزياره للرئيس عبد الفتاح السيسي للدوله الشقيقه قطر، والحديث هنا عن شقين، شق سياسي وايضا شق اقتصادي. صحيح، طبعا احنا عارفين ان في طفره وفي تغير كبير في العلاقات المصريه القطريه، رغم ان يعني خليني اقول لك ان العلاقات المصريه القطريه يمكن بتعود 50 سنه لورا، يمكن 60 سنه لورا منذ بدء استقلال قطر. والحقيقه المساعدات المصريه والايدي العامله المصريه والخبراء المصريين والتبادل الثقافي والعلمي ما بين قطر ومصر لم ينقطع، والعلاقات الاخويه حتى العائليه وفي اواصر نسب كبيره ما بين العائلات المصريه والعائلات القطريه قديمه موجوده. في الحقيقه صله دم وفي محبه كبيره موجودة بين الدولتين. يمكن الفترة اللي فاتت حصل توتر في العلاقات نظرا للظروف السياسية اللي مر بها الشرق الأوسط ككل وليس فقط العلاقات المصرية القطرية. نعم. لكن النهاردة عندنا علاقات بترجع بشكلها التقليدي، عندنا زيادة كبيرة يمكن في التبادل التجاري بين مصر وقطر، رغم ان التبادل التجاري انا في وجهه نظري او التعاون التجاري او الاقتصادي ما بين قطر ومصر يعني ليس على المستوى المأمول لمتانه وقدم هذه العلاقات. حجم التبادل التجاري احنا عارفين يمكن حوالي 550 مليون دولار، وده رقم يعني قليل، حتى ما حصلش 50، يمكن 46 او 47 مليون دولار السنه اللي فاتت، كان قبليها 25 مليون دولار في 2020. يعني ارقام مش كبيره قوي. حجم الصادرات المصريه لقطر يمكن 4 و5 مليون دولار، الاستثمارات القطريه في مصر يمكن حوالي 120 130 مليون دولار، طبعا معظمها استثمارات قطريه في مجال البنوك ومجال الصندوق السيادي القطري. لكن الحقيقه يعني خليني اقول لك ان اعتقد ان الطاقه على سبيل المثال مثلا في مصر مع الإخوة القطريين، لكن يعني خليني أقول لك إن الحقيقة قطر عندها استثمارات كبيرة جدا في الخارج، وتقدر إنها تشارك بجزء كبير أو بأكبر في الاستثمارات المصرية. يمكن عارفين إن عندها صندوق قطر السيادي. نعم. اللي أنشئ سنة 2005 أصوله 450 مليار دولار، ده أكبر 10 صناديق سيادية على مستوى العالم، ولسه قطر الحقيقة حطت حوالي 1 أو 2 مليار دولار استثمارات في باكستان بعد الاحداث الجاريه. احنا بنتكلم مليار دولار، 2 مليار 3 مليار دولار في باكستان، وده ارقام طبعا كبيره لا تتناسب مع حجم التبادل التجاري. لكن طبعا يعني مش عايز اقول ازمه الثقه، لكن السحابه اللي مرت على هذه العلاقات ما بين مصر وقطر وزياره السيد الرئيس، يمكن اتكلمت على الشق السياسي، زياره السيد الرئيس يعني طبعا
هي رد يعني نبيل وذكي للزياره اللي قام بيها، الزياره التاريخيه اللي قام بيها الشيخ تميم للقاهره منذ شهر او اكثر. والزيارتين الحقيقه، وخليني اقول لك ان الجزء الاعلاني والسياسي مهم، لانه بيدي ثقه لرجال الاعمال والمستثمرين والاوساط الاخرى يمكن اللي مش مرتبطه قوي بالمطبخ السياسي. فكون النهارده في زياره وزياره متبادله، والسيد الرئيس يلتقي ب يعني شخصيات كبيره على مستوى قطر، والحفاوه اللي قوبل بها السيد الرئيس، وكمان خليني اقول لك يمكن ده يمكن مطروح او معروف، محفظه او حقيبه العلاقات التجاريه والاقتصاديه والتبادل التجاري اللي متوقع او مفترض انه يكون على حجم العلاقات القديمه والوطيده. وانا بقول ان احنا شاركنا، والمصريين، وطبعا الكلام ده معروف ليس جديد، المصريين منذ السبعينات شاركوا في بناء دوله قطر من الناحيه الاقتصاديه والسياسية والعلمية. نعم، من ضمن يعني الاتفاقيات، المذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة، بنتحدث هنا عن علاقات أو تعاون في مجال الموانئ بين الدولتين. أهمية التعاون في هذا المجال تحديدا، وأيضا ما يتعلق بالشراكة ما بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار. ده سؤال مهم، لان زي ما انا قلت ان 450 مليار، انا مش بتكلم بالمليون، 450 مليار دولار اصول صندوق قطر السيادي، جزء منها مفترض ان هو يتمول الموانئ المصريه والصناعات البحريه المصريه والتعاون في مجال النقل البحري. لا سيما ودي نقطه الحقيقه مهمه، ان قطر عندها خبره وعندها استثمارات خارجيه، ودي نقطه مهمه، قطر عندها استثمارات خارجيه في مجال النقل البحري والموانئ على مستوى العالم. ان دولتين الحقيقه في الخليج العربي عندهم هذه الخبره نظرا لحجم التبادل التجاري او التجاره اللي موجوده عندهم، طبعا قطر ودوله الامارات دبي، بس طبعا يمكن دبي عندها دي بي وورلد او موانئ دبي، طبعا دي الاكبر من حيث حجم الاستثمارات على مستوى العالم، لكن قطر عندها ايضا نفس هذه الاستثمارات. وانا اعتقد ان هذا تعاون ذكي، وتعاون هيكون مثمر جدا ان قطر تدخل بخبرتها الماليه في تمويل النقل البحري في مصر، لا سيما زي ما حضرتك عارفه ان احنا يعني مصر قطع شوط كبير في التجاره الخارجيه عبر الموانئ النقل البحري، سواء في منطقة قناة السويس وإحياء البنية التحتية العظيمة والمتنامية واللي محطوط عليها أمل كبير للسيد الرئيس، يعني منذ فترات بيوجه بأنها تنشأ في مصر، وتوطين الصناعة سواء في منطقة قناة السويس أو في ميناء العين السخنة أو في الموانئ المصرية، دي أحد الرؤى الاستراتيجية لتنويع مفاصل الاستثمارات المصريه وادخال خدمات لوجستيه وتوطين صناعات لوجستيه في مصر. احنا عملنا بنيه تحتيه كبيره، ان الاوان ان الاخوه العرب وشركائنا يحطوا استثمارات فيها، والقطاع الخاص يدخل في هذه البنيه التحتيه. علشان كده انا بقول دي نقله ذكيه، تعاون ذكي، ليست فقط احدى مجالات التعاون الراندم او يعني العشوائيه، لكن أنا أعتقد أن نظرا للخبرة القطرية والتداول المالي قطري في مجال النقل البحري والبنية التحتية اللي مصر الحقيقة عملتها، ده هيكون نقطة إيجابية جدا ورابط قوي في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية القطرية. استكمالا ما تتحدث عنه يا دكتور، يعني ورد الحديث أيضا عن مجموعة من القطاعات الأخرى التي يمكن للبلدين التعاون فيها، منها على سبيل المثال الطاقة المتجددة، مع يعني حرص العالم الآن على باستخدام هذه الطاقة خاصة مع أزمات المناخ العالمية، ومصر أيضا لها باع وخبرة في هذا المجال، كيف يمكن أن تدعمها قطر في مشروعاتها المختلفة في مجال الطاقة المتجددة، وأن أيضا تعمل مصر على إفادة قطر في هذا المجال؟ شو الحقيقة، قطر طبعا احنا عارفين انها من احد اكبر الدول مصدرة للنفط وللغاز. نعم. كان في اتفاقية مصرية قطرية منذ فترة بموجبها امتلاك شركة قطر للطاقة 40% من حصة
منطقه شمال مراقيا البحريه في البحر المتوسط. قطر حقيقه داخل في مشروعات الطاقه في مصر، لكن انا الحقيقه يعني بحيك على اثاره هذا السؤال وهذه النقطه، لان زي ما قلت دايما ان يعني تزاوج او امتلاك الخبرات في دولتين شيء مهم جدا. قطر الحقيقه عندها خبره كبيره في مجال الاستثمار في مجال الطاقه، وقفزت وعملت قفزات نوعيه الحقيقه في السنوات الماضيه في الطاقه النظيفه والطاقه الجديده والمتجدده عشان تقدر تحسن من تنافسيه اقتصادها. احنا عندنا الكوب 27 وعندنا اهتمام كبير، وابتسام رئيس حمله في القمم الماضيه خلال السنوات الماضيه قضيه البيئه، ويمكن لسه المؤتمر البيئه الافريقي منذ ايام. نعم. والكوب 27 اللي هيعقد. احنا كمان قفزنا بشكل كبير جدا في مجال استخدام الطاقه النظيفه، وعشان كده انا بعتقد ان يعني تزاوج او امتلاك الدولتين لخبرات مشتركه في هذا المجال هيحسن من الوضع المالي. نعم. لقطر، قطر هي بتبص في مجال الاستثمار، وهيحسن الوضع البيئي ووضع الطاقه على مستوى المصري، ويحسن من ترتيب مصر في انتاج الطاقه النظيفه والمتجدده. نعم، دكتور عمرو، يعني بنعرض الان على الهواء تدوينه للامير تميم بن حمد الثاني على تويتر، اعرب فيها عن سعادته بزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحه، وقال فيها: سررت بزياره اخي الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحه والتي زادت العلاقات القطريه المصريه رسوخا، واتاحت لنا بحث سبل تحقيق تطلعات شعبين الشقيقين في تعزيز تلك العلاقات وخدمه قضايا امتينا العربيه والإسلامية ودعم الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا العربية. إذن يتحدث هنا بالطبع عن علاقات ليست على المستوى الاقتصادي فقط، لكن أيضا على مستوى الشعبين، كما تحدثنا يعني وجود الكثير من العمالة المصرية في قطر، وكيف يمكن أن تدعم قطر أيضا مصر في مجالات عدة من التعاون التي كنا نتحدث عنها، منها الزراعة والصناعة وأيضا الرعاية الصحية. زي ما قلت، قطر عندها استثمار كبير جدا على مستوى العالم، يمكن زي ما قلت 450 مليار دولار حجم الصندوق السيادي، والحقيقه الاخوه القطريين والصندوق السيادي القطري بيعمل بشكل استثماري بحت، بيبحث عن راس المال ويبحث عن تدوير راس مال كبير، بيبحث عن عائد على الاستثمار وعائد على الانتاج. ويمكن ودي نقطة مهمة الحقيقة، في ظل الأزمات اللي موجودة في أوروبا وفي الولايات المتحدة، مصر طبعا كونها أحد منصات اكتساب رأس المال الدائر على مستوى العالم، وبسبب البنية التحتية اللي أنجزتها مصر خلال السنوات الماضية والملاءة المالية اللي أعطتها ليها المؤسسات الدولية، يمكن فيتش وستاندرد بور شايفين كل يوم الحقيقة تقارير دولية وصندوق النقد الدولي بيعطي كثير من الثبات المالي، الملاءة المالية لمصر، مقتضاها مصر أحد الأسواق المهمة اللي قطر بتبحث عنها. أنا بتكلم على الناحية المالية والاقتصادية البحتة، علاقات مشروعة طبعا موجودة، لكن من الناحية المالية والاستثمارية مصر الحقيقة سوق جيد، ودي نقطة مهمة. حتى مع هذه الأزمات العالمية، يعني الكثير من الخبراء يؤكدون أن مصر لديها الآن الفرصة سانحة رغم الظروف السيئة اقتصاديا على مستوى العالم، لكن لديها فرصة لتطوير الصناعة وتوطين الصناعات المحلية في هذا التوقيت تحديدا مع كل هذه الأزمات. ده بالعكس مع هذه الأزمات، بالعكس مصر لديها فرصة مع هذه الأزمات اللي موجودة في أوروبا، شايفين أوروبا أزمة الطاقة اللي موجودة فيها والتضخم اللي موجود فيها، بنتكلم على تضخم 10%، يعني أي مشروع يحصل له نوع من الزبزبة بشكل كبير. النهاردة مصر الحقيقة رغم أن في مشاكل اقتصادية على مستوى العالم، لكن مصر الحقيقة بتمثل أحد الركائز الأساسية في مجال الاستثمار. الأخوة القطريين هيستفيدوا من الاستثمار في مصر، سواء الاستثمار العقاري أو في مجال الطاقة أو في مجالات متعددة. ويمكن احنا شفنا، أنا مش عايز أدي أسماء وأتكلم على أسماء شركات يعني خليجية وإماراتية أو سعودية موجودة وتواجدت في مصر خلال السنة والسنتين الماضيتين، وعملت مشاريع يعني كبيرة موجودة على السوشيال ميديا وعلى تويتر، وعملت يعني رواج وعملت كثير من الضجة في مصر بسبب حجم الاستثمار وحجم الإقبال، وده نقطة مهمة جدا، حجم الإقبال عليه. يعني أنا بتذكر يعني مقولة أحد المستثمرين العرب الكبار في فترة ماضية، إن
يعني الاستثمار في مصر ليه ناحيه اخويه، لكن هو قال احنا بنيجي مصر وبنكسب وبنعمل فلوس وبنشغل راس المال بتاعنا. فمن الناحيه الاقتصاديه البحته لا، مصر من الناحيه الاقتصاديه البحته بغض النظر عن علاقات الصداقه وعلاقات الاخوه، نعم، مصر بتمثل منصه مهمه للعائد على الاستثمار العربي والقطري في هذه الفتره من تاريخ العالم. اشكرك دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي. نتحول إلى ثاني ملفاتنا، حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. خلال الاجتماع استعرض وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار تقريرا عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وجدري القردة محليا، وأشار وزير الصحة إلى أن المنحنى الوبائي لحالة فيروس كورونا يشير إلى انخفاض حالات الإصابة والوفيات تزامنا مع ارتفاع عدد من تلقوا التطعيم. أما فيما يتعلق بالموقف الوبائي لجدري القردة، أوضح الوزير أن هناك حالة واحدة إيجابية قادمة من إسبانيا تم عزلها بمستشفى الحميات وحصر المخالطين لها. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن. أرحب بك أحمد، وربما أشرنا إلى بعض الموضوعات التي طرحت اليوم من خلال اجتماع مجلس الوزراء، لكن ما هي الموضوعات الأخرى التي تم طرحها خلال الاجتماع؟ يعني بعد التحية زميلتي، بالفعل هناك العديد من الملفات الهامة التي يعني تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ولكن البدء في الاعداد للمؤتمر الاقتصادي طبقا لتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، ده كان من اهم وابرز الملفات الهامه التي يعني اشار اليها اجتماع مجلس الوزراء. وايضا رئيس الوزراء اكد على ان الحكومه مستمره في بذل الجهود للتعامل الفوري مع اي تحديات من الممكن ان تواجه المستثمرين، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، هذا في اطار يعني جذب الاستثمارات ل يعني لمصر، سواء استثمارات محليه او استثمارات اجنبيه. ايضا رئيس الوزراء اشار الى يعني خلال الاجتماع الى زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لدوله قطر، والتي تعد الاولى للسيد الرئيس الى الدوحه، ايضا تلبيه لدعوه يعني الدعوه الموجهه الى سيادته من شقيقه سمو الامير تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر. وسيد رئيس الوزراء اشار الى ان هذه الزياره تستهدف تعزيز ودعم اطر التعاون بين مصر وقطر في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. ايضا في اطار الاستعداد لمؤتمر المناخ كوب 27، اشار السيد رئيس الوزراء الى زيارته لمدينه شرم الشيخ التي كانت منذ ايام، وتفقد خلالها العديد من المشروعات الخاصه بتطوير المدينه، واطمأن على التجهيزات الخاصه بتنظيم المؤتمر. رئيس الوزراء يؤكد على ان كافه الجهات تتعاون بشكل يعني اكيد يعني لاظهار مدينه شرم الشيخ في ابهى صوره لها، لما يعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات والأحداث العالمية. أيضا رئيس الوزراء أكد على أن المشروعات التي تقام في منطقة قناة السويس يتم تمويلها من
أيضا من قبل الإيرادات الخاصة بقناة السويس، والتي زادت هذه الإيرادات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وأن هذه المشروعات لا تتم بصورة عشوائية ولكنها تتم بصورة يعني مدروسة بشكل كبير من الخبراء والمختصين. فيما يتعلق أيضا ببعض القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء، يعني تمت الموافقة على يعني مبدئيا على مقترح لإبرام شراكة بين سك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية، نعم، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإصدار عملة سك عملة جديد من فئة 2 جنيه. نعم أحمد، يعني بالحديث عن الوضع الوبائي والتقرير الذي يعني أشار إليه وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار، يعني ما هي أهم النقاط التي لفتت انتباهك فيه فيما يتعلق بفيروس كورونا وأيضا جدري القردة؟ هل الوضع الوبائي مطمئن وفقا لهذا التقرير؟ بالتأكيد التقرير الذي استعرضه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال اجتماع المجلس اليوم مطمئن تماما، سواء كان في حالة الوضع الوبائي لفيروس كورونا أو للوضع الوبائي الخاص بوجود جدري القرود. فيما يتعلق بفيروس كورونا، أكد التقرير على أنه تم يعني انخفاض الحالات الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا انخفاض حالات الإصابة يعني الوفيات أيضا. أما فيما يتعلق بجدري القرود، أكد التقرير على وجود حالة واحدة فقط، وهي حالة إيجابية كانت قادمة من أسبانيا، وقد تم عزل هذه الحالة، وأيضا تمت متابعة المخالطين لهذه الحالة على مدار 21 يوم، ولكن لم يتم ظهور أي أعراض على أي من المخالطين لهذه الحالة. وأكد أيضا على أن مصر هنا لديها العديد من الإجراءات وأيضا الاستعدادات والتجهيزات إذا يعني كانت هناك يعني حالات أخرى سوف يكون هناك استعداد لها، ولكن هي حالة واحدة فقط وقد تم عزلها بشكل تام ولم تظهر أي أعراض على المخالطين. نعم. التقرير يعني مطمئن تماما فيما يتعلق بفيروس كورونا أو جدري القرود. نعم. أيضا أحمد، الحكومة وافقت على تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب الزائرين المغادرين، يعني ما هي التفاصيل التي لديك حول هذا الموضوع؟ يعني بالفعل يعني وزارة المالية ولها يعني نشاط أيضا كبير في خلال هذا الأمر وفيما يتعلق بالقيمة المضافة. هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، سواء كانت من يعني تخص وزارة المالية وغيرها، هي في النهاية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق المنتج المحلي. وأيضا هناك تأكيد من السيد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أنه لا بد من الإزالة التامة والفورية لأي معوقات ربما قد تعوق الاستثمارات في مصر، سواء هذه الاستثمارات محلية أو استثمارات أجنبية. وفيما يتعلق بالقيمة المضافة، الاستثمارات الأجنبية هذا الأمر يهمها تماما، ولكن هناك تأكيد بأن الدولة والحكومة في جهود تبذل جهود مستمرة على أن يتم إزالة أي معوقات تعوق الاستثمار. وفي هذا الإطار أيضا رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن يكون هناك يعني على بداية الإعداد بالفعل للمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن هذا المؤتمر سوف يكون بخبراء متخصصين في الاستثمارات لوضع رؤيتهم بشكل كبير للاستثمار في مصر. شكرا جزيلا لك أحمد أبو الحسن، مراسل النيل لدى مجلس الوزراء. ونذهب إلى ملفنا الأخير في هذه الحلقة، حيث دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى العمل الجاد لتعزيز قيم الأديان كافة. جاء ذلك خلال كلمة فضيلته والتي ألقاها اليوم في افتتاح المؤتمر 7 للأديان العالمية في كازاخستان.
أنني حين أدعو إلى أولية صنع السلام بين علماء الأديان ورموزها، فإنني لا أعني مطلقاً الدعوة إلى إدماج الأديان في دين واحد، فمثل هذا النداء لا يقول به عاقل ولا يقبله مؤمن أياً كان دينه. وأنا ممن يؤمنون بأن فكرة الاندماج هذه فكرة مدمرة للأديان ومجتثة لها من الجذور، وهي في أفضل أوصافها خيال عبثي غير قابل للتصور فضلاً عن التحقق. وكيف لا، وقد قضى الله أن يجعل لكل منا شرعة ومنهاجاً. وما أقصده هو الدعوة إلى العمل الجاد من أجل تعزيز القيم المشتركة بين الأديان، وفي مقدمتها قيمة التعارف الحضاري والاحترام المتبادل والعيش المشترك بين الناس. كما أكد شيخ الأزهر أن العالم يواجه جوائح طبيعية وسياسية واقتصادية أدت إلى تداعي كوكب الأرض. بعدما بدأ العالم في التعافي من آثار جائحة كورونا حتى دهمته جوائح وكوارث أخرى طبيعية وسياسية بل واقتصادية صنعها الإنسان بيده وبدافع من أنانيته المفرطة وأطماعه الواسعة وضميره الميت، وليت الآثار المدمرة لهذه الكوارث حاقت بالمفسدين وحدهم جزاء ما قدمت أيديهم، إذن لهان الأمر وسهل. لكنها حاقت بكوكبنا الأرضي بكل ما عليه من إنسان وحيوان ونبات. وللمزيد من المتابعة حول هذا المؤتمر العالمي الهام تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة بدوي الكاتبة الصحفية بأخبار اليوم. أرحب بك أستاذة فاطمة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فاطمة. أهلا بك أستاذة فاطمة. أهمية بداية أهمية هذا المؤتمر بشكل عام، هذا اللقاء الذي يجمع كثير من رموز الأديان في مختلف أنحاء العالم وبالطبع على رأسهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. بداية احنا حابين نوضح ان صباح اليوم الاربعاء انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان اعمال المؤتمر السابع لزعماء الاديان، وبينعقد في الفترة من 14 الى 15 سبتمبر على مدار اليومين اليوم وغدا، تحت عنوان دور قادة الاديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19. حابين نوضح ان هذا المؤتمر عقد في آخر مرة عام 2018 وتم تأجيله لأكثر من مرة بسبب وباء كوفيد 19. افتتح أعمال مؤتمر زعماء الأديان الرئيس الكازاخي قاسم جومر توقايف وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان وقادة وزعماء الأديان حول العالم. وكانت دعوة المؤتمر هي دعوة موحدة من قادة وزعماء الأديان بأن يوحد الله الشعوب وينهوا الحروب والصراعات وأن يعم الأمن والأمان وأن تحل المحبة محل الكراهية والتعارف محل التعصب وأن يقدر الله البشرية على القضاء على كل الكوارث البيئية. الحقيقة مؤتمر قادة الأديان بيشكل حدث فريد من نوعه، حيث تحتضن دولة كازاخستان مرة كل 3 سنوات، وهو ما يؤكد دورها البارز في دعم مبادرة السلام والتسامح والحوار بين قادة وأتباع الأديان، وانطلاقا من الإيمان بالدور الكبير للقادة الدينيين في نشر صوت الوسطية لتعزيز الحوار ومكافحة التعصب الديني اللي بتسعى إليه بعض التنظيمات المتشددة داخل المجتمعات.
نعم، يعني بالتأكيد أيضا هو لقاء هام بابا الفاتيكان في هذه القمة وأيضا شيخ الأزهر، وربما لأول مرة يلتقيان في محفل دولي بهذا الشكل. أيضا نعم يعني بالفعل أستاذتي، يعني هو بالفعل هم التقوا قبل ذلك، لكن لأول مرة بيتم الجمع بينهم في مؤتمر دولي عالمي بيشهده العالم كله الآن وسط ترقب من فكرة التعصب والكراهية ونبذ التشدد. يمكن العالم كله بتنتبه أنظاره على مدار اليومين إلى كازاخستان لما يمثله إقامة هذا المؤتمر في هذا الجو الشديد شديد التوتر والقلق، خاصة فيما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا. بالتأكيد، أشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية في أخبار اليوم فاطمة بدوي.